بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه عصرات من تنيو كفل ويمدرسنا من الكبائر بزيه كفل يمنا يو يسرس من تنيو كفل من دنم يهنو الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار تلالك هنو وانجلوش مكاكل ليلة نيو دقمو مري هنو حلافي هنو أستدادر وسط يميسرا هنو يهن حلافي نتون بتككل يالتوت عنا إمي أستدادرات شون صوتي يمي أتهلل قفنا بدل يمي فتصم باتشو اندي هم دقمو حيا لنتونا قلبتون إمي أسعي من نينيوم هلا في النامري بنقراتش اللي يه أرست من ملكته هلونم يتنيوم يهلا في الند درجة لا يلنسون كمن قس جمرو اسكانس تنيو بيت وست اسكالو استرادر درس يملكتال من نمسو بيتنيوم يسرازر في النامسك هلا في الند كتستو تتاري كهونة هلا في كهونة بزا هلا في الناس تدادر كهونة بزا هلا في الند الناس تدادر ولا يتأيق على الله فيت يا أجر مري باجر لا إندم يتأيكو هلو مينستيروج بسرعته إندم يتأيكو هلو يتين يوم درجت يتين يوم مسرابيت حلافيوج تتريوج دايركتروج إنزيهم مستماريوج هلوم ببوتات شيء يتأيكالو أستماري بتمرت بيتو بكفلوز تتأيكينو باللو بيريد حلافينا أن تتأرينا ونا تتأيكينو ولا جبات بلجولي تتأيكينو النات بها ميست وين بالبيت ببالا نبرت هلو تتأياكينات بالنزين نزين هلو يكات تتال يتين يوم يسرا مسكلا هلا في النت يتستو هلو بهو توست يتين يوم يدرجا يهو ترك الله هلا في النت يالون هلو يمي ملكتنا. قال الله عز وجل، الله عز وجل من إلال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يعني هذا الظلم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب الأليم قف يسر أسمامي قطعت يقبات شوال بلو الله كذات بات شوسوش مكاكل أندو مانو على الذين يظلمون الناس سوتشن يمي بدلو سوتش لينو يهزات شا يمي عرف بات شوال الله ويبغون في الأرض بغير الحق يا لا أقباب بمدر لي دنبر يالفو يتلايو وانجلو التنينات إفاتن يميسرون التشالة أولئك لهم عذاب أليم. النزي النسو عسامة مكتات يالا لا توسوش ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى. قريح والبغي هو لمن بيده ولاية أسبو عن باقنن يمي هنا يمي أمسو ناندسو دنبر يالفو شو مسين ورون الجلاي أنكل ممن ليس بيده ولاية بلاسو بجهلا في النتك للو يبلت يالو يبسهل مكناتهم سلطان بجنوها فراج قرات السنونا. قد يكون الإنسان يريد أن يبغى أو أن يبغي عندنا سو مامز يهون وانجل مسرات يفلقي هنا لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن هلا في النت شمت سلطان النهي الكليلو يتوال ولكن من بيده السلطة سمت بجلا يلس إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان سو يعم باق النت يقف يبدل النت يبدأ النت عينت بحر الناس سميت وستكلا بزو عينت أدقوتن ما صدر النت تصنع ما صدر الجلال سلزين الله بالنزي سوش لي قطعت يبرتان يعلم. وقال تعالى يقول الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنما الناتو النزيه الله عز وجل بني إسرائيل يترقموا مهونات تنسينا قالوا إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بداود الناب عيسى عليهم السلام عند بترقموا بني إسرائيل لمن كافروت كبني إسرائيل كفاروت ترقموا إلى الله من دنو تقرات وكتب له كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يسروت كنب ينبر وانطفات عنده ليلون أي كلكلم نبر يسروت ينبر وانطفات يعطفت ينبر وانطفات عنده بليل إياية طفات مهونون إياوك شر مهونون إياوك أي كلكلهم لا الله بلهم ما يمكرهم بعد سلطان إنيهون تراسهم إنيهون بزي يتنسى
لبئس ما كانوا يفعلون على الله يمسر السراء من يكفى هنا. نسأل الله السلامة والنجاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إيه حديث زيارة سلايته والسابت مكنيات من دنا عند أن نسوي هين رأس سماء مقبي عليهم لما تقوم عند مكركت أن يانا يملكتنا ميلان لا يهي من قستوشنا من ملكته بالا سلطانتنا من ملكته أني هي حديثة من ملكتين أن الزيان بيتشان أبو المياس بركاتها سوالة يا أندال هنا يمياس رد حديثنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بزيه قلت أنه صحيب هنا حديث لا من دنيا يارد كلكم راعين هلاتهم الرنيوش هلاتهم هلافيوش هلاتهم تباكيوش ناتشو وكلكم مسؤول عن رعيته ايان دانداتشو هلاتشوهم بتهونو ايان دانداتشو بزيها لا في النتاتشو بزيه تبكاتشو بزيه الرنين نتاتشو تتأيك اللاتشو هلو رسول عليه الصلاة والسلام كزانا قرون سيابرا روت منالو الوالد راع وهو مسؤول عن رعيته يبيتسب هلا في استداداري هلا في نوالو تتأيك نوالو عبات ولا جبات سلزهم بزيه طبق او يتيقال والام راعيه ومسؤوله عن بيت زوجها النات دغمو حلافينات باب الوابيتم تطياقينات الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فبين ذلك عليه الصلاه والسلام فدل على ذلك على ان النصوص الوارده في الباب كما انها تتناول الولايه العامه فهي ايضا تتناول الولايه الخاصه. اي حديث من ياسر الدان من دنو قف ما بدل يعني مسرات ظلم ما فصم اي تشالم يمي بالو بتلالق بالا سلطاناتوچن مين ملكت بيهونم انكو انستنيانا ملستنيا استدار يالو سوچلم كله ابرو بتياجنت اندمي ملكت ياسردال بجلص ياسايال نو ولايه الرجل لبيته ابا ورا بيت است يالو حلافينت سيت بالبيت ببيت وسط يالاتن هلافينت يملكت الله سبحانه وتعالى يهي اندمي ملكتنا ومن يسرد النبي عليه الصلاة والسلام استماريو كتماريو تشوغا اندزي يالس كامل جرشو درجة يوردان. وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ياتللن انيا مسلموچن ياتللن يشنقله كنيا قايد اللم يلالو الرسول عليه الصلاة والسلام. يهي انجدي كباد هلافينت اندهنا يمياساينا يمياسردانو اندزيو انغدي ليس منا مالتاچو نغرو يكبد مهونون يمياساينا يمياسردانو مالتنا ليس منا قالو رسول عليه الصلاه والسلام نغرو كباد نو وانجلو ادغنيا اندهنا يمياسردانا يمياساينو ماتالل كنيا ايدلم ماتالل ينيا تكبارنا سرا ادلم نيا الرسول عليه الصلاه والسلام ياتالله كنيا ايدلم عندن زغباوچ لا اتقالاي نو عندن زغباوچ لا دمو انيان بلو مسلموچون ياتالله بمالت اسقمطال عليه الصلاه والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه بدل كف يوم القيامه يتنبابره چلما هونونو يميمطاو يلال المصطفى صلى الله عليه وسلم يتنياهم حلافينت لي يالله وندم هوي يالله وهت هوي الله عز وجل مفرات ربنا يتنياهم غفنا ظلم مبدل مفصم يلبن يه يميسراو ظلم يه يميسراو بدل نجا يوم القيامه يتنبابره چلما هونو ادغنيا نغر هونو بن يميمطاو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جنزب ميهون لجم يميتك مبتلت ملكام النانس أهل البونا يزي متاسو بيتشا كالزادقا يميتر فبت بهون عدقين يالت لي يتنباب برج ألا ما هون يمتعبنا نسأل الله السلامة والنجاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيما راع غش رعيته فهو في النار يتنياهم هلافي يتنياهم تتري بهلافينت يمياسترادراچون سوچ قدم بلا نكته تلقو بالا سلطان انستنيا درجه لا اسكاله يبيت سب هلافي انزي كله ماننياوم سو هلافينتهم بتككل كالتواطا كالتوطانا كاتاللاچو كشنغلاچو كاجبربره ياسات نو يلالو المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل الى حديث هنا البخاري ان مسلم مزقبه حديث لا منالو من استرعاه الله رعيه من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ يموت يوم يموت
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة. لا إله إلا الله. نبي عليه الصلاة والسلام من إلى اللو الله هلا في النت ستوس يا بكاء يهن هلا في النت بتعمان ينت كالتوتع يهن هلا في النت بملكان مكر كالتجبونا كالتن كباكبو الله جنة بس لا يرم بي على قبة جاي كرم. دليل حديث لاي جنة ارمي على قبة هل يا جنة نمشت تعاقن من المصطفى صلى الله عليه وسلم. يهنا مس الحديث وجن مسرت بمارقنا عندنا علماء وج كزيقا بمياز بيتسب هلا في هنو يتلايو ديش ويمتانا لوجن بيتاس قبتو لجوتون يم يبلاشنا يم يتفا ولاج يهني ملكة وعلالو. حرام يهون نقروتشن كايو سنم قباراتشو هايمانو تاتشو امنا تاتشو نسكمات الدرجة من يدرسو في تنوتشن متو ياسكبا النابزي حال يموت حلا في النتون التوت عمالت نولو. نسأل الله السلامة والنجاة. نعم بتعمى دقانو الله يزن اللسيك أركزيهم يترفن يمرني الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليه فاشقق عليه. رواه مسلم. من ألو نبي عليه الصلاة والسلام الله هي كني أمة مهل لهزبي هلا في هنو هلا في النت تستوت سيابك لهزبو هلا في النت بتستوت قلنا هزب لا يزننا يرى را 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 اللت أزن اللت يا كبرنا ياسجنك أتو دمو أسجنك أولو المصطفى صلى الله عليه وسلم. انقريه إن زهنا مسل المصر الجوج يجد كظلم مليكبون بدل يميس راسه قفونا دقاو كفتان ياندو هنا وانجلوا لي بسبت النميتل ياسر الدانال. يهولو اندايهون ممكاكر يهولو انداي فتر متواوس يجدنا مالتنا. وإلا يوم القيامة نقروا أدقوا يباسنا أدقنا نميهونه. نبي عليه الصلاة والسلام دليل حديث لاي من إلاله أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر كفتنيا أدقنا قطعت كمي قطو سويت برتو قطعت كمي قطو سويت مكاكل قفن يا مري يقن يبتالي لالو المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن يهن هلا في النت ديتن يوم هلا في النت بوتالا يالن سويت كسرات يالو سويت بماس ملكت الله اللي فريق كبانال الله في التتأياك يوچنن الزاق ومن الله في تبمن كربت جزي يالو نقر أدقن يانو. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. صوت دعوات تكبين نتالات من ما اترات ترمالو يبدلن يا دعوة المظلوم يبدلن يا دعاء واندمي هوي يتين ياهم معكم الناس لو تاسلاقين عند واندمهن كبدلك عندهتهن كبدلك عندزيهم مهتي هوي عكم الناس لو تاقين تالو بلش عند واندمشن كبدلك عندهتشن كبدلك إن يا الدنيا تبدلوا سو الجن كزرقا مسلم ميهون كافر الله دعاوني كبلوا أدقن يانو. ودعوة المسافر اندزهم دقمو يمن قرن يا سو دعاهم تكباين تلو. ودعوة الوالد على ولده ولا جابات برجل يمي أدرقوم ويملي لجم يدرقوم دعا تكباين تلو إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لا في النات
يهين حق موت أتقديته ينور ربنا الله يسترن هلا في النت عند هلا في النت بتشان يا مكرات مزنت على الأموال نو توتنا الويسال توت عنهم نو كتوت عن السيو كال توت عن جن يتكس الزات شو كنا مثلاً كأو تشولي ملكة نال الله يطبقن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.